بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. هنستكمل شرح التطبيق الـ ASC Time Table 2012، التطبيق الخاص بعمل جداول مدرسية إلكترونية. والفيديو بتاع النهاردة بعنوان فك زحمة الحصص. فكوا زحمة الحصص، يعني ايه فك زحمة الحصص؟ يعني في بعض الأماكن في التايم تيبل بيكون فيها زحمة كده في بعض المواد في توزيع الحصص والبطاقات والفترات الدراسية، فإحنا عاوزين يعني نوزع البطاقات دي توزيع عادل كده ومتوازن على أيام الأسبوع وعلى الفترات يعني ديت، بحيث إن ما يكونش فيه زحمة في بعض الأماكن وتكدس ويعني زحام كده، وفي أماكن تانية يعني فاضية خالص ما فيهاش أي بطاقات. فإحنا عاوزين نشوف المثال اللي معانا ده مثلا، تعال نبص عليه كده. مثلا نبص على الأنشطة، نشاط واحد اللي هو ده ماشي، ونشاط اتنين اللي هو ده. لو بصيت كده هتلاقي النشاط واحد ده في عندنا يوم الأحد، أدي فترة وفترة وفترة، دول 6 حصص. يوم الاثنين فترة واحدة، يوم الثلاثاء فترة واحدة، الأربعاء فاضي خالص ما فيهوش حالة، والخميس فاضي في فترة في الآخرة. طيب النشاط التاني أدي فترة يوم الأحد، فترتين يوم الاثنين، الثلاثاء فاضي ما فيهوش حالة، الأربعاء فترة، الخميس فترتين، يعني في يوم فاضي ويومين فيهم فترتين. وهنا نشاط واحد فيه يوم فيه 3 فترات 6 حصص، ويوم فاضي خالص ويومين فيهم حصة واحدة فترة واحدة. طبعا التكدس ده موجود اهوت عندنا، فهنشتغل على المثال ده، يعني مش شرط كل المواد، وان كان طبعا المثال حضرتك هتاخد بس المعلومة وبعد كده يعني تنفذ عندك على الجدول بتاعك المدرسة بتاعتك يعني محددات كده خاصة، بس المهم تعرف المعلومة او توصل للحل. هنروح على الحل كله في المعلمون، هروح على قائمة المعلمون، انا هعمل شرط عند المعلمون، هروح على نشاط واحد ونشاط اتنين اهو من اول هنا. النصاب بتاعهم كام؟ 12. النصاب بتاعهم 12، هما برضو التربية الفنية والكمبيوتر كل ده 12. المجموعة اللي هي 12 دي كلهم على بعض كده من اول الكمبيوتر اهوت، خلينا ناخده معانا هو كمان ماشي. المجموعة اللي هي كلها 12 دي النصاب بتاعها 12، المفروض ان هو هيدي يعني في اليوم يا اما حصتين، يعني حصة واحدة فردية مزدوجة، يا اما حصتين مزدوجتين يعني 4 حصص، لان البطاقات هنا كلها حصص مزدوجة مش بطاقات فردية. خد بالك ان البطاقات الفردية الحصص الفردية في الجدول يعني بتكون اسهل في التوزيع طبعا، لان ده حصة ماشي، انما الحصة الزوجية ديت الفترة الزوجية بتبقى يعني البطاقة بتاعتها كبيرة وبتحتاج شغل اكبر ويعني التعقيدات بتاعته اكتر. فالمهم احنا المثال بتاعنا في من اول الكمبيوتر والتربية الفنية وكمان النشاط الاول والنشاط الثاني، ده كله احنا عايزين كل يوم يكونوا شغالين في ال5 ايام، وفي نفس الوقت يعني ما يحطيش في يوم 6 حصص ويوم تاني ما فيهوش. طيب ما هي كلمة ان كل يوم يكونوا شغالين تكفينا، يعني احنا كده بنكرر الكلام. هروح على القيود، هشتغل على تحديد عدد الايام، ده اخليه 5، يعني حطلي في كل ايام العمل الاسبوعية انا عندي كام يوم، انا شغال الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس، 5 ايام. انا لو قلت له حط 5 ايام كده والبطاقات اللي عندي كلها زوجية، الشرط ده يكفيني، الشرط ده في الحالة دي يكفيني. هعمل تطبيق على، انا دلوقتي شغال على معلم الكمبيوتر، هروح اخد من اول معلم الكمبيوتر التربية الفنية اهوت، الرياضية والنشاط، كل دول نشاط اول ودول النشاط التاني خلاص، واعمل موافق. انا عملت تطبيق على المجموعة ديت وعملت موافق، حصل عندي ان دولت هيشتغلوا كل يوم، يعني الجدول هيحط لهم كل يوم بطاقة. طب ما هي البطاقة يعني فترة زوجية، قول 6 بطاقات على ال5 ايام، يبقى كل يوم بطاقة وفي يوم هياخد بطاقتين، يبقى الشرط ده يكفيني. ولكن في بعض الاحيان في بعض الحالات بحتاج ان انا استخدم الشرط ده، بقول له حطي لي عدد اقصى وعدد ادنى، عدد ادنى حطي لي بطاقتين حصتين، عدد ادنى ايه؟ ما تحطش اقل من حصتين ماشي. بس طبعا انا اصلا البطاقات اللي عندي كلها زوجية في المثال البتاعي ده، ولكن انا بشرح ده عشان لو حضرتك عندك هناك في بعض البطاقات الفردية والانصبة الاكبر من كده، فانت بتختار الشرط ده، بتحدد اقل عدد ممكن البرنامج يحطه واكبر عدد ممكن البرنامج يستخدمه، يعني في حالتي دي هيبقى من 2 لـ4 ماشي. لو قلت له من 2 لـ2 يبقى فيه كارت هيضيع، في بطاقة هتطير بره مش هيعرف يحطها في التايم تيبل، لانه طبعا انت هتقول له 2،
ماشي. المهم هنستخدم ده حاليا، وهعمل تطبيق على نفس المعلمين من اول معلم الكمبيوتر اهوت، ما احنا شغالين عليه التربية الفنية، الرياضة ده نشاط اول، ودول نشاط اتنين، نون اتنين ده النشاط التاني، موافق؟ وبعدين موافق، وبعدين اغلاق، واعمل انشاء للجدول. معلومة سريعة كده، عملية انشاء اختار دقيق واختار انشاء. تعال نبص كده على الكمبيوتر والتربية الفنية والنشاط الاول والنشاط التاني اهم. من اول هنا الكمبيوتر اللي هو اللون البنفسجي ده، ادي شغال الحد والاثنين والتلات والاربع والخميس، وفي يوم في فترتين والباقي فترة واحدة. التربية الفنية ادي الحد والاثنين والتلات والاربع والخميس. طبعا الشرط الاول كان يكفيني، التربية ده النشاط الاول شغال الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس، النشاط التاني ادي يوم اثنين، ادي ثلاثة اربعة خمسة كده. ابقى حليت يعني المشكلة بتاعتي بسهولة خالص. يعني يبقى ان حضرتك لو عندك يعني تكدس في مثلا العربي اللي هو النصاب بتاعه مثلا 18 او 20 او 24، اي عدد كبير كده، بتشوف الرقم اللي معاك انت حضرتك تقدر توزعه ازاي. يعني مثلا لو 18 يبقى لو قلت له كل يوم 4 حصص بحد اقصى، ماشي، او 5 حصص. طب لو 4 يبقى 4 في 5 ب 20، ما ينفعش طبعا، المفروض تختار رقم اقل من 4 لان هما 18 بس مثلا، يعني عندنا الناس 18 يبقى تاخد اقل حاجة 18، ده يبقى تختار 3 حصص، لان 3 في 5 ب 15 يبقى تختار 3، وتختار حد اقصى. ده بالنسبة للحد الادنى، الحد اقصى تختار مثلا ايه 4، لو في حد اكتر من 20 يبقى تختار 5، لو عندك حد 24 حصة يبقى تختار 5 في الحد الاقصى، وتعمل تطبيق وتختار الايام اللي هو شغال فيها، هيشتغل معاك وهتجد العملية يعني ان شاء الله بسيطة خالص، والحل سهل ان شاء الله. اعتقد ان المعلومة يعني سهلة، ويعني ارجو انها تكون يعني اكون وفقت في شرحها في توصيلها. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.